إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، بخصوص قوله سبحانه وتعالى من قائل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبق القول أن السياق الكريم الأجل يؤكد دخول أزواج النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهن جمعوات في هذه الأهلية. السياق واضح وقاطع أيها الإخوة. فهذا الجزء من هذه الآية الجليلة آية التطهير مكتنف أيها الإخوة من كلا جانبيه بالتصريح بشؤون تختص وتتعلق بأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. هذا هو السياق أيها الإخوة، ولا مكابرة. ودخولهن في أهليته عليه الصلاة وأفضل السلام لغويا مسألة مقررة وممهدة ولا يمكن إنكارها من قولهم أهل بها إذا دخل بها فهي أهله، فهي أهله، كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أن موسى عليه الصلاة وأفضل السلام لما قضى الأجل وسار بأهله، وسار بأهله. تصريح، هذه حقيقة لغوية لا يمكن أن يكابر عليها ولا يمكن أن تنكر. وفي عرف الناس أيضا يقال للزوج أهل، يقال للزوجة أهل، أتى ومعه أهل، فهذه حقيقة عرفية أيضا، هذه حقيقة عرفية. من هاتين الحيثيتين أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جمعوات داخلات دخولا أوليا في هذه الآية الكريمة. لكن هناك معنى شرعي ثالث حددته الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لمعنى الأهلية. من هم أهله؟ من هم أهل بيته؟ المعيار الذين حرموا الصدقة، الذين حرموا الصدقة، الذين تحرم عليهم الصدقة، فقد كان حراما عليه هو عليه الصلاة وأفضل السلام أن يقبل صدقة، أما الهدية فنعم. وأهله منه، وأهله منه، فتحرم عليهم الصدقة. وهذا ما صرح به حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم لما سأله يزيد بن حيان أو ابن حسين وابن سبرة، سألوه من أهله يا زيد، من أهله يا زيد، أليس نساؤه من أهله؟ قال بلى، نساؤه من أهله. يريد في الحقيقة العرفية بين الناس وأيضا في اللغة، في الوضع اللغوي، لكني يقول زيد كأنه يقول أتكلم عن الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. هذا معنى ثالث، قال بلى هن من أهله، ولكن أهله، يقول زيد ابن أرقم، من حرم الصدقة، ولكن أهله من حرم الصدقة. فمن؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وفي الرواية التي أوردها مسلم بعد هذه مباشرة يقول زيد ابن أرقم معللا لقوله رضي الله عنه وأرضاه: وإن المرأة تعيش أو تكون مع الرجل الدهر، أو قال العصر، المدة المتمادية، فإذا فارقها لحقت بأهلها. لذلك لا يقال إنها أهل بهذا المعنى، هي ليست من لحمه ودمه. هؤلاء هم أهل النبي، هؤلاء هم أهل النبي. على كل حال، الإمام ابن بطال رحمة الله تعالى عليه، أحد الشراح الكبار لصحيح البخاري رحمه الله تعالى، نقل أن رأي الكافة، كافة الفقهاء، رأي كافة الفقهاء أن أزواجه رضوان الله تعالى عليهن غير داخلات في أهله. هكذا ابن بطال أحد مشاهير أئمة أهل السنة والجماعة، فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر قال هذا رأي كافة الفقهاء، لم يخالف فيه إلا قلة من الحنابلة، منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن رأي كافة الفقهاء أن نساءه لسن من أهله بالمعنى الشرعي، أي الذين حرموا الصدقة، الذين حرموا الصدقة أو تحرم عليهم الصدقة، فتحدد المعنى. لأنني وجدت بعض الناس يقول أبو لهب من أهلي، ليس هكذا. لا نتحدث عن كل من يمت إليه بوصلة نسب أيها الإخوة ودم، لا، هذا معنى شرعي، هذه حقيقة شرعية. وقبل أن يعترض الإنسان لابد أن يستفصل ويستفهم، لابد أن يستفصل ويستفهم. لا تقول لي إذن أبو لهب من أهل بيته وإذن كذا وكذا، لا يترتب على هذا الشيء.
فمن تكلم فليتكلم بعلم، وإلا فليصمت، وإلا فليصمت. وإذا تكلمنا عن أهل بيته أيها الإخوة، فمن هو سيدهم بعد رسول الله؟ ومن هو قائدهم؟ ومن هو كبيرهم؟ أبو الحسن علي عليه السلام. هل هو أفضل من أبناء رسول الله، أبناء فاطمة بنت محمد عليهم السلام أجمعين؟ نعم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: وأبوهما خير منهما. وأبوهما خير منهما، الإمام علي خير من حسن وخير من حسين عليهم السلام أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهل البيت الذين نصلي عليهم في كل صلاة كما تعلمون، وإليه أشار الإمام الشافعي يقول: كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. ولكن كما يتردد كثيرا أيها الإخوة، عجبا عجبا وأي عجب، نصلي عليهم في كل صلاة لكن لا نتساءل لما جرى عليهم ما جرى، لا نتساءل عن أخبارهم، لا نتساءل عن أنبائهم، بل لا نزال نبرر لمن ظلمهم وشردهم وذبحهم وسبهم ولعنهم. وهذا عجب لا ينسلك في ذهن محترم أيها الإخوة، ولا يمكن أن يسوغ على قلب صادق مفعم بالتقوى، يحب الحقيقة، يحب الحقيقة ويحب الصدق أيها الإخوة. وكما قلت في الخطبة السابقة، أما دعاوى الحب الكلامية الإنشائية هذه لا تروج إلا على مثيل من يطلقها، يحبهم ونترضى عليهم وتترضى عن أعدائهم. منطق التبريري العجيب لا أريد أن أصفه بعبارة أقسى أيها الإخوة. ابن تيمية عفى الله عنه وسامحه أيها الإخوة في المجلد الرابع من فتاوى، وستصدمون بنقل ربما بعضكم لن يسلم بصدقيته حتى يعود إليه، فليعد في المجلد الرابع حين تحدث مفندا أيها الإخوة شبهة أو أزعومة أن معاوية دس إلى الحسن عليه السلام من قتله بالسم، وقد دس إليه مرارا، الحسن سقي السم مرارا حتى كانت الأخيرة هي المهلكة، أعلى الله مقامه فعليا مع جده أيها الإخوة وسائر النبيين والمرسلين. فابن تيمية أتى بوجوه كثيرة ليفند هذه الأزعومة، لم يثبت أن معاوية فعل هذا ودس، ليس لدينا أي دليل قاطع. طيب، ثم بعد ذلك في آخر المبحث قال: وإن فرض بالتنزل يعني أن شيئا من ذلك كان. لماذا يفترض ابن تيمية هذا؟ تعرفون لماذا؟ كل إنسان عنده شيء من ذكاء، ليس الذكاء الكامل، دارسوا التاريخ في الشرق والغرب أيها الإخوة يفهمون هذه القاعدة جيدا، لا يمكن لا في التاريخ ولا في حياة الناس الواقعية أن من يجرم جريمة يأتي ويقول لك إيه أنا فعلت هذا، خاصة إذا كان ذا سلطان، كان متسلطا أيها الإخوة والأمور بيده، أو يسمح حتى يسمح لمن ضلع في هذه المؤامرة أو يتيح له الفرصة أن يبدي ذلك، لأنه يعلم أن نهايته هي الهلاك المحتم والإجهاز التام. لكن المؤرخ أيها الإخوة والإنسان حتى الدارس بنصف ذكاء يأخذ الأمور بالقرائن. طب إذا ثبت أن هذا مات مسموما وهذا عدو لفلان، وذاك مات مسموما وهذا أيضا عدو لفلان، والثالث مات مسموما وهو عدو لفلان، والرابع مات مسموما وهو عدو لفلان، الأسلوب واحد يا أخي، الطريقة واحدة، والمستفيد واحد، لا نحتاج إلى كبير الذكاء حتى نرجع. على كل حال لا نقطع على غيب الأمور، لا نقطع على غيبها، القطع لله تبارك وتعالى، لكن نرجح نصر. ابن تيمية لم يفوته هذا، ظل شيء كالحسكة في صدره، يدرك أن الشبهة تحوم بشكل أول حول معاوية وليس غير معاوية، لذلك قال في آخر مبحث، والآن هذا مقصود على كل حال، لم نأتي لكي نفتح ملف سم الحسن عليه السلام، قال: وإن فرض أن شيئا من ذلك كان، يعني أن معاوية تورط في سم الحسن، فهذا من باب قتال بعضهم بعضا. قال: كما قاتل بعضهم بعضا وتأولوا واجتهدوا أيها الإخوة، فالذي أصاب له أجران. هذا كلامنا الآن، وطبعا هذا يقوله ابن تيمية وغير ابن تيمية في 100,000 موضع من كتبهم، الذي أصاب كعلي عليه السلام فله أجران، والذي أخطأ كمعاوية وحزبه لهم أجر واحد.
هذا من باب قتال بعضهم بعضا. أنا الآن أتساءل أيها الإخوة عن هذه العقلية التبريرية، هذه العقلية التسويغية، وقبل أن يعترض معترض أيها الإخوة ممن يستمع إلى كلامي، أنا أسأله بالله الذي رفع السماوات بغير عمد، لو أن شيئا من هذا اتفق لأهله وذويه، لو أن ابنك مات مسموما، أو أخوك مات مسموما، أو أبوك مات مسموما، أو أحد من أهلك وحامتك وقرابتك، ثم رأيت القاضي أو من جعل نفسه قاضيا فضوليا أيها الإخوة يتفضل بالحكم بين الناس، يقول على كل حال إن فرضنا أنه سمى ابنك أو أخاك فهذا من باب الاختلاف الواقع بينكم، وقد جرت بينكم مشاجرات ومضاربات، فهو مجتهد في هذا على كل حال، وقد يكون له أجر. سيجن جنونك، لن تقبل بهذا أبدا، هذا ليس منطق أيها الإخوة العدل، ولا منطق الإنصاف، ولا هو منطق العقل والله يا إخواني أبدا. تعرفون لماذا؟ فرق كبير، سنتنزل ونرخي العنان كما يقال، فرق كبير بين أن نتقاتل في معركة ويقال هناك أي شبهة تأول، وبين أن تغدر بي الغدر يا أخي. الإيمان قيد الفتك، وهذا الحديث رواه معاوية، يعني العجب، حين أتى إلى المدينة وكان قد طبعا اقترف عماله في مصر جريمة قتل محمد بن أبي بكر الصديق، وأحرق جسده الكريم في جوف حمار أيها الإخوة. عائشة جزعت، أم المؤمنين جزعا شديدا جدا جدا، وصارت تقنط وتدعو على عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج، وقيل على معاوية أيضا في الصلاة. فلما جاء معاوية قالت له: يا معاوية، أما خشيت أن أدس لك من يقتلك كما قتلت أخي؟ فقال لها: يا أم المؤمنين، الإيمان يمنعك، الإيمان قيد الفتك، المؤمن لا يفتك. ما شاء الله ما شاء الله، هذا إلى اليوم منطق أشباه معاوية، يحتجون بالأخلاق وبالقيم لكن لكي يقيدوا بها الناس، أما هم فأحرار يفعلون على منطق ابن تيمية الذي يبرر له الغدر بالحسن على فرض أنه كان، قال حتى لو فرضنا يعني ما في مشكلة، هذا من باب قتال بعضهم بعضا. عجيب يا ابن تيمية، أين عزب عنك عقلك يا شيخ الإسلام؟ هل أن تسم رجلا تنازل لك عن خلافة وعاهدت إليه وختمت على شروط من بينها أنه إن قضيت قبله تكون له الخلافة من بعدك، تكون له الخلافة من بعدك، ووافقت وختمت، ثم نفترض أنه صح أنه دست له السم غدرا، أين الوفاء بالعهود؟ أين الوفاء بالمواثيق؟ وأين الغدر؟ كلام ابن تيمية فقط عن موضوع اجتهد فأخطأ من باب قتال بعض بعضا، لا والله الذي لا إله إلا هو ليس من باب قتال بعضهم بعضا، أتحدى من يقوم يقول هو من باب قتال بعض بعضا كشيخ الإسلام ابن تيمية، أتحدى رجل عنده مسكة عقل يردد هذا الكلام الفارغ. لكن أيها الإخوة، ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث؟ هذا الذي يجنن، لذلك أنا لا أستطيع حتى أن أترك هذا الموضوع الآن. الذي حدث أن آل بيت رسول الله عليهم السلام أجمعين كانوا وما زالوا مضطهدين، وحين أقول هذا الكلام يخرج لي بعض الناس: تريد أن تشككنا في حبنا؟ يا ما شاء الله عليك، تحب أنت؟ أنت متأكد أنك تحب أهل البيت؟ تحبهم ويروج عليك هذا الكلام ومثله؟ تردد هذا الكلام؟ تكتب هذا الكلام؟ وتعتذر عن إجرام المجرمين بمثل هذا الكلام؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال، ليس هذا موضوع الخطبة. موضوع الخطبة اليوم أيها الإخوة حديث، بعض حديث، بعض شيء، قطرة من بحر أيها الإخوة، قطرة من بحر، زهرة من بستان عظيم عن الإمام علي عليه السلام، الإمام الذي خصه المفكر والأديب اللبناني جورج رداق بموسوعته من 5 أجزاء: علي صوت العدالة الإنسانية، مسيحي زهد فيه بعض المسلمين لا يزهد فيه عشاق المجد والشرف والبطولة والعظمة المفردة الباذخة أيها الإخوة. أتحدى رجلا يعرف البطولة والشرف والقيمة والأخلاقية معنا ثم يقرأ سيرة الإمام ولا يخرج عاشقا له؟ أتحدى رجلا في العالمين يعرف ما معنى البطولة، ما معنى الشرف، ما معنى الأخلاقية أيها الإخوة، ما معنى الإيمان الوثيق، ما معنى اليقين العميق، ما معنى الرجولة، ما معنى عفة النفس أيها الإخوة، بطولة النفس، ويقرأ أبو الحسن ثم هو لا يعشقه؟ مستحيل والله العظيم مستحيل. أما الذي يقرأه ثم يزور عنه ويجفوه
فهذا من النقص، فيه نقص في شخصيته، في إنسانيته، في آدميته. وسوف ترون مصداق هذا حتى لا يقال كلام عاطفي عجيب. نأتي بالأحاديث الصحاح الحسان الجياد الملاح المتواتر بعضها، ثم يقال كلام عاطفي، إن لله وإنا إليه راجعون. نحن أول العاطفيين تبعا لسيد المرسلين. ما نظن أن عاطفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كانت عاطفة هوى باطل، إنها عاطفة الحق أيها الإخوة. فإذا أوصانا بأهل بيته، وإذا حث على أهل بيته، وإذا علمنا أن نصلي عليهم مع صلاتنا وبصلاتنا عليه حتى في الصلاة لله رب العالمين، فهو يعرف ويعلم لماذا. لكن تريدون البرهان المفصل؟ علي أول هذه البراهين، علي أكبر هذه البراهين. اقرأوا عليا وستعلمون لماذا حث النبي على أهل بيته، ولماذا قطع وقرر أنهم مع الحق أيها الإخوة. علي مع الحق يدور حيث دار، وأن الكتاب والعترة لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة هكذا. ولماذا يقف في الناس، في ألوف الناس أيها الإخوة، ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. جميل جدا، الطريق لاحبة واسعة ومتضحة ولائحة. من أراد أن يفوز أيها الإخوة بحب الله وموالاة الله ورسوله هذا الطريق، من أراد أن يبوء بالخسران بمعاداة رب العالمين تلكم الطريق، الشمال موجودة. عاد أهل البيت تنكر لهم نافق، نافق أعداءهم أيها الإخوة. وكما أقول دائما، اليوم ينافق في القرن 15 ولا سيوف شاهرة ولا بدر حاضرة، لكن بعض الناس عندهم بدر حاضرة أيها الإخوة، هناك بدر حاضرة، فلوس تجري شلالات أيها الإخوة، شلالات لكي تزور الحقائق ويزيف ما بقي من وعي المسلمين. لكن بحمد الله، الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يطلع قرن الحقيقة دائما وبالحق. الحقيقة تفرض نفسها، لا يمكن أن تغتال. سأسألكم، إذا قيل الإمام، إذا ذكر الصحابة وقيل الإمام، إلى من يتبادر اللفظ مباشرة لدى كل المسلمين سنة وشيعة؟ إلى أبي الحسنين، إلى أبي الحسن. إذا قيل الإمام، الإمام علي. لماذا؟ لماذا الأمة أعطته هذا اللقب هكذا سنة وشيعة؟ فإذا قيل الإمام عرفنا الإمام علي، لا يقال صاحب رسول الله علي بن أبي طالب، لا لا لا، معاوية صاحب وعلي صاحب، لا لا، الأمة لا تقبل هذه الأخدوعة، لا تقبل هذا الكذب البارد. الإمام، الإمام أمير المؤمنين، الإمام النسائي يكتب كتابه العظيم واختصره خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام، أمير المؤمنين. نعم، والإمام لماذا؟ لماذا كان علي إماما؟ لأنه ابن عم رسول الله؟ ألأنه تربى في حجره منذ نعومة أظفاره؟ ألأنه زوج البتول ابنته الزهراء عليه السلام؟ لهذا ولغيره كثير أيها الإخوة. أحيانا علينا أن نفهم أن التفاضل لا يكون بالمواهب، هناك مواهب لكن يكون بالإنجازات أيها الإخوة. ليس لأحد أن يتطلع على غيره ولا أن يمتاز لأنه طويل، يقول أنا طويل 1.90 متر، هذه موهبة إلهية، طويل وأهبل ماذا نفعل، طويل وهبيل يعني، وحتى طويل وقوي ماذا نفعل بك. لا، واحد آخر يقول لك صوتي جميل، شكلي، ماذا نفعل بصوتك وصوتك؟ هذه موهبة إلهية يعني. هناك كفار صوتهم أجمل من صوتك يعني، هذه موهبة. واحد شكله صبوح جميل، ماذا نفعل بشكلك يا أخي أو بشعرك الطويل والمرسل؟ ماذا نفعل بهذا؟ أو ابن فلان من عائلة فلان، ماذا نفعل بنسبك؟ أين إنجازاتك؟ إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. ماذا نفعل؟ أنت ابن فلان وابن علان وابن الأسرة الفلانية، ماذا نفعل بهذا؟ وبشكلك وبطولك وبعرضك، هذه مواهب إلهية، هذه مواهب الله يختصه أعطاها للكافر والمسلم. في كفار أحسن منك في هذه المواهب، أليس كذلك؟ بدك القوة، بدك الطول، بدك الجمال، بدك كذا، في كفار أحسن منك في الذكاء والعبقرية، الكفار أذكى في أشياء كثيرة يا أخي. ما عندناش واحد أينشتاين ثاني، احنا ما عندناش كذا، كفه ما في مشكله. الانجازات، والانجازات في نظرنا، احب ان اكون واضحا ايها الاخوه، اعشق الوضوح واعشق ان الناس تفكر بوضوح، لانه في الوضوح في النور يمتاز الحق من الباطل. لكن في الغبش والغموض والاغماض
الأمور تتداخل، لا يستطيع الإنسان أن يميز ولا أن يفرق. لا بد أن نكون واضحين أيها الإخوة، هذا جوهر الفلسفة، قال لك توضيح الأشياء. نريد أن نتفلسف، أن نوضح الأشياء، أن نوضح الأشياء. وفي الإنجازات أنا أقول لك، لدينا كمليين، كمسلمين، كموحدين، كمؤمنين، الإنجاز لابد أن يكون محكوما بقصد وجه الله وطلب رضواني بالاستقامة الدينية. لا تقل لي جاهد وقاتل وفتح. يا أخي هتلر فتح، نابليون فتح أكثر منك، الإسكندر فتح، تقول لي فتح البلاد للإسلام، فتح البلاد وقتل الفاتحين، رؤوس الفتح قتلوهم ذبحوهم، فتح البلاد وأخذ عباد الله خولا وجعل أموالهم دولا وخلى الدين دغلا وفتح البلاد، فتح البلاد وكثرة الغنائم والسبي أيها الإخوة والإماء والعبيد والخصيان بمئات الألوف، فتح البلاد وظلم الناس وأكل الأموال وتغوله بين القصور، قال لك فتوحات إسلامية، عن ماذا تتحدثون؟ أنا أريد عمر بن الخطاب، أريد أبا بكر، أريد عثمان، أريد عليا، فتح وفتح، لكن حتى عثمان لا أحب أن أيها الإخوة أن أخالف ضميري. عثمان عليه مؤاخذة ليس مني، من أنا صعلوك، من الصحابة، من التاريخ، من الذين درسوا عثمان في الفترة الأخيرة من حياته، فرط كثيرا أيها الإخوة بسبب موالاته لأقربائي، وهذا كان سبب الخروج علي. ابن تيمية يعترف بأن من أسباب الثورة عليه وقتله مظلوما شهيدا ضعفه، ضعفه يعترف، قال ضعف، هناك ضعف، عثمان كان ضعيفا وأهل بيته وقرابته استغلوا هذا الضعف أيها الإخوة. أحب أن نكون واضحين حتى مع هذا، لا أستطيع أن أكذب على نفسي. هنا عثمان فيه وفيه، انتبهوا، لكن أبو بكر، عمر، علي، عثمان في المنتصف الأول، أهلا وسهلا أيها الإخوة. نعم، هذا الإنجاز الذي نريد، إنجاز وفق معايير الكتاب والسنة، إنجاز رباني محمدي ديني مصطفوي يمثل القيم والمثل، يجسدها الإسلامية في حياة الناس. وأول ما تجسدت هذه القيم في شخوص هؤلاء الأكارم العظام، الشيخين وعثمان وعلي، هذا هو. لكن لا تقول لي بعد ذلك فتح، إيه فتح؟ فتح الظلم وخرب العالم، تقول لي فتح؟ تذهب الفتوح وتجيء أيها الإخوة، تعثل العروش وتثل، تفتح البلاد وتضيع، يبقى المبدأ، تبقى القيمة أيها الإخوة، يبقى الحق، يبقى المعنى. نحن نريد الحق، نريد المعنى، لا نريد من يضحك علينا ويزور عقولنا. سئمنا، مللنا، مللنا والله العظيم أيها الإخوة، حتى السمالة من هذا الاستحماق، من هذا الاستحماق. ونأتي إلى أبي الحسن، لأن الحديث عنه يطول ولا ينقضي، ينقضي الدهر ولا ينقضي الحديث عن أبي حسن عليه السلام. علي أيها الإخوة الذي جعل النبي حبه معيارا للإيمان وميزانا، أعتقد بعد هذه الخطبة قد يلوح لنا بعض سر هذا التعيير. لماذا؟ لماذا بعلي؟ يعني ابن تيمية لم يعجبه هذا، عفى الله عنه وسمحه للمرة الثالثة. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه أخذ حديثا عن جابر، ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا. إيه هذا المعنى لا يصح، في خطأ إما من الراوي وإما من غير ذلك. لا تقول لي ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم. المنافق يعرف بصفات كثيرة في كتاب الله، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يأتون الصلاة إلا وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، موجود لهم صفات. ابن تيمية فقط أخذ هنا. طيب يا ابن تيمية، والأحاديث الأخرى الصحيحة، هناك أحاديث صحيحة عن علي وعن زيد وعن أبي سعيد وعن جابر صحيحة، لكن ليس في صيغتها ما كنا نعرف. لا، كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا. النبي قال لا يحبك إلا مؤمن، لا يبغضك إلا منافق. ماذا تفعل؟ هذه أحاديث صحيحة والمعنى صحيح. هو ترك هذه الأحاديث كأنه لا يعرفها، معناها في الصحيح، وكأنه لم يسمع بها. شيء غريب يا أخي، لماذا تدس الحقيقة؟ نضحك على من نحن؟ إذا نضحك على أنفسنا ونثبت بحديث متنه فيه نكارة، متنه غير صحيح، غير دقيق المتن، ونقول هذا المعنى غير صحيح، إذا خلاص حب علي ليس معيار الإيمان. كيف هكذا النقاش العلمي؟ هكذا؟ هكذا يسكت رسول الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان علي أيها الإخوة والأخوات أول هاشمي يولد لهاشميين، أبوه هاشمي وهو أبو طالب سيد البطحاء، وأمه هاشمية وهي فاطمة
بنت أسد، فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم حيدرة، أم علي أيها الإخوة، ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة أم المؤمنين. نعم، هذا لا نسمع به كثيرا، كل ما يتعلق بأهل البيت لا يسمع به كثيرا. انتبهوا، اختبروا كل من قاتل مع علي باستثناء فئة يسيرة جدا من الصحابة الكبار حتى المهاجرين السابقين البدريين الذين قاتلوا مع علي في الجمل وصفين، أحاديثهم قليلة جدا جدا جدا، حصار علمي وأدبي على أحاديثهم. تسمعون بالأرقم، ابن أبي الأرقم المخزومي هذا من أول يوم أيها الإخوة، هذا سابق، وهذا شهد بدرا وأحد والمشاهد وقاتل مع علي في صفين، لا نكاد نسمع منه ولا عنه شيئا. المكنة الإعلامية لبني أمية غيبته بالكامل، ممنوع ممنوع. سعد بن أبي وقاص لم يقاتل مع علي وكان من المعتزلين، لكن لم يرضى مرة واحدة كما في صحيح مسلم بسب علي ورد على معاوية وعلى غير معاوية، ودائما كان يقول هذا، ولا يرى نفسه أهلا للخلافة قبل علي أيها الإخوة. ولذلك مات ميتة مشبوهة، سعد يقال مات مسموما، طبعا لم يموت ميتة عادية، مات ميتة مشبوهة وأحاديثه قليلة. وسعد من السابقين الأولين من الستة الأوائل، يا أخي أين أحاديث سعد؟ أين أحاديث سعد؟ شيء يا أخي يثير ألف سؤال وسؤال والله العظيم، أليس كذلك؟ نعم، شيء غريب، عليكم أن تبحثوا هذا وأن تختبروا بأنفسكم. تقول فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام، تقول كنت ذات يوم قاصدة إلى هبل، أول صنم أقيم للأسف في الحرم هذا، تبا له ولمن أقامه، ومعي هدي، ولم تدري أنها حامل، كانت حاملا لا يدرى بهذا، حمل في أول أيامه أو أسابيعه. قالت فلقيني محمد قبل أن يبعث عليه الصلاة وأفضل السلام، فلقيني وقال يا أمه، يعني يا أمي، يا أمه، أعلمك شيئا تكتمين علي؟ فقلت أجل، فقال خذي هذا الهدي وقولي كفرت بهبل وآمنت بالله وحده لا شريك له، لا تقربي الهبل، نبي موحدا كان. ففعلت، فلم تشعر بعد أشهر إلا وقد استبان حملها، فلما وضعته أتى النبي فطلبه، حمله بيديه وسماه عليا، هو ابن التوحيد من أول يوم الأول لحظة وفي وطن أمه، حال الله بينه وبين أن تقرب قربانا لهبل ببركة إرشاد رسول الله. أخذت بكلامي قالت وذلك لما أعلم من صدقه، قبل أن يكون نبيا تعرف أنه صادق في كل شيء، إذا نصح لك، إذا أرشدك، إذا دلك عليه السلام لا يدلك إلا على خير. وسماه عليا، وكانت أمه أسمته حيدرة، فغلب عليه اسم النبي، النبي سماه عليا أكثر من حيدرة. قالت وأعطاه لسانه، أمصه لسانه حتى نام، إذا ريقه اختلط بريق النبي من أول وهلة. وأصابت قريشا أيها الإخوة شدة ومؤونة أجهدتها جدا، فاتفق النبي وعباس على أن يخفف عن أبي طالب، أخي العباس عم النبي، فأخذ النبي عليا وهو أصغر أولاد أبي طالب، وأخذ العباس عقيلة أيها الإخوة هكذا، فبقي في حجر النبي، غذاه بلبانه أيها الإخوة، كان قدوة له من أول يوم منذ نعومة أظفاره، لما نبئ عليه الصلاة وأفضل السلام دون أن يستشير أباه وافق النبي مباشرة على دينه وتوحيده، وانشرح صدره بالإسلام، صدره الكبير صدر أبي الحسن، شرح صدره على صغر سنه، قيل كان في حوالي التاسع، بعضهم قال ابن السادسة إلى ابن الرابع عشرة، لو أخذنا في المتوسط نقول في التاسعة، كان في حوالي التاسعة لأول عهده بالإسلام، وكانت أمه ثاني امرأة تعلن الإسلام عليه السلام، فاطمة بنت أسد التي أدلاها رسول الله بيده في حفرتها ودعا لها ونام قبلها في قبرها النبي، ثم بعد ذلك أدلاها في قبرها، نعم أم الإمام علي عليهما السلام هكذا. طيب الإمام علي أيها الإخوة إذا ذكر، ذكرت البطولة والنجدة والبأس والجهاد، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، ورددها المسلمون يوم خيبر،
يوم بدر تعرفون ما الذي حدث أيها الإخوة، معروف لا نطيل ولا نطول بذكره. يوم أحد أيها الإخوة صرع البطل العظيم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه بعد أن أبدأ عن وجه البطولة أيها الإخوة، أعرب عن بطولة باذخة مصعب واستشهد، وقع اللواء فتناوله علي باليمين لواء المسلمين أيها الإخوة. يقول عبد الله بن عباس: أربع خصال كنا لعلي لسنا لغيره، لسنا لأحد غيره. كان أول العرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة ليلة المعراج. كان النبي يخرج، ربما خرج أي ظهرا أو صباحا، فيخرج معه علي فلا يعودان حتى يمسيا أيها الإخوة، يصليان وعلي معه. قال: أنا الذي صليت معه قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن عباس: نعم، كان أول العرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة. نعم، ودفع إليه رسول الله رايته في معظم الحروب على الإطلاق. علي يحمل إيه؟ الراية. وثبت معه حين فر غيره. يقول ابن عباس: غيره كان يفر، علي لا يفر، ولا يوم حنين ولا مرة لم تسجل على علي أيها الإخوة أنه فر مرة، لم يفر مرة واحدة. وتولى طعم عمه العباس غسله ودفنه، الذي أدلاه ودفنه عمه والإمام علي. الصحابة كانوا مشغولين بأمر الخلافة في السقيفة، هو كان مع رسول الله في هذه اللحظة الحرجة. قال: هذه خصال، قال، ليست إلا لعلي، ليست إلا، وهناك خصال كثيرة، خصاله بالمئين، خصاله بالمئين، والأحاديث الصحاح في حقه بالمئين. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما ابن حنبل، يقول: سألت أبي: يا أبتي، ما هذه الأحاديث في فضائل معاوية؟ في حديث في فضائل معاوية والآن يقرعوننا بها، أين أنتم من فضائل معاوية؟ بكلمة واحدة دون الدخول في التفصيل، التفصيل له المحاضرات الموسعة في عشرات الساعات، لم يصح في فضل معاوية حديث واحد بخصوصه، لم يصح. أحاديث كثيرة، وابن حجر مال إلى هذا في فتح الباري، أيه؟ هذا هو الحق، لم يصح. الإمام أحمد أشار إلى هذا، ابنه يسأله عن فضائل معاوية، فقال: يا بني، يا بني، بدنا نتكلم مع أنه الكلام كان صعبا، يا بني، إن عليا كان رجلا له أعداء، ففتش له أعداؤه عن عيب فلم يجدوا. وناهيك بهذا، والله العظيم ناهيك برجل لم يجد له أعداؤه عيبا. نعم، نحن لا نقول كالشيعة أنه معصوم، ليس بالمعصوم، لكن نقول دلونا على أخطائه وعيوبه. أين أخطأ؟ أين العيب في علي؟ أحمد بن حنبل يقول: فتش له أعداؤه عن عيب فلم يجدوا له عيبا، فعمدوا إلى رجل عاداه، يعني معاذ بن أبي سفيان، هذا أكبر عدو لعلي كان في وقته، فعمدوا إلى رجل كما كان أبو سفيان أكبر عدو للرسول قبل أن يسلم، هكذا كما صار يزيد أكبر عدو للحسين وقتله، قتل الله يزيد، أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا إذا ذكر يزيد هكذا نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا ذكر هذا اليزيد المنقوص المنكور المحقور. نعم، قال: فعمدوا إلى رجل من أعدائه، فافتروا له فضائل كيادا بعلي عشان يكيدوا علي وأتباع علي، ألفوا فضائل لمعاوية. قال: ما في منه. الإمام أحمد يقول: ما في منه، ما في أحاديث صحيحة في فضل معاوية بن أبي سفيان، هكذا بشكل واضح. فنعود إلى الإمام علي. يوم أحد أيها الإخوة تلقى الراية باليمين وسيفه بالأخرى، وجعل يصول ويجول، فإذا بحامل راية المشركين سعد بن أبي طلحة يحمل الراية، وكان فارسا مغوارا، وقال: يا أتباع محمد، هل من مبارز؟ ألستم تزعمون أنكم تعجلون بأسيافكم إلى النار ونعجلكم بأسيافنا إلى الجنة؟ فاخرجوا إلي، هل من مبارز؟ سمعه علي، والأمر كان هزة عظيمة، تعرفون في أحد ماذا حدث، فقال له: أنا لها، أنا لك يا ابن أبي طلحة، والله لا أريم حتى أعجلك بسيفي هذا إلى النار. قال له: حتى تعرف من أتباع محمد.
ما في تصاول جولة فاختلف ضربتين. الإمام علي ظل واقفا وجرح جراحات كثيرة يوم أحد سأتحدث عنها. وسقط الرجل فهوى عليه بسيفه لكي يجلله بالعار والشنار والموت إلى النار، فبدت سوءته كأنه أبدى عنها، فانصرف علي الحيي الذي ما رأى عورة قط أيها الإخوة، فقيل له: لما لم تدفف علي؟ لما لم تجهز علي؟ قال: بدت سوءته فعطفني عليه رحم. شو الفارس هذا؟ هذا مش فارس غدار ولا جبان ولا نقاض للعهود ولا دساس ولا صاحب أخاديع ولا يرشي الناس عن ضمائرهم أبدا. في مثل هذه المعنى الحمراء بطولة، شرف نفس، مجادة عرق، نبل أصل أيها الإخوة. هذا علي، كيف يجمع البطولة والقوة والبأس والشجاعة أيها الإخوة إلى الرحمة والعفة واللطف والمعدلة أيها الإخوة؟ شيء غير طبيعي، شيء غير عادي. النبي كان يدرك هذا تماما، وسوف يأتيكم البرهان. قال: بدت سوءته فعطفني عليه رحم، فعطفني عليه رحمه قرشي فتركته. الله أكبر يا أبا الحسن، إيه يا ابن أبي طالب، شيء لا يصدق. مثل هذا اتفق لعمر بن العاص في صفين. في صفين تموت الناس بالمئات بالعشرات بالألوف أيها الإخوة. وما أدراك ما صفين أو ما صفون على رأي بعضهم أيها الإخوة، شيء مخيف. وعلي يذوب كالملح في الماء لما يقتل المسلمون سواء من أهل الشام أو من أهل العراق، فبعث إلى معاوية: يا معاوية، لما يقتل الناس بيني وبينك؟ هلا برزت إلي؟ نتبارز نحن الاثنان، نحن القائدان. فمن قتل صاحبه ظفر بالخلافة، يأخذ الإمارة هذه. ويعرف علي، يعرف هذه خدوعة. قال: هذه خدوعة الصبي أو خدعة الصبي عن اللبن. تقول لي دمع عثمان، هذا أكبر كذب. هذا نعرف، كل الناس تعرف هذا، إلا الذين يعبدون معاوية هكذا من دون الحقيقة. يقول لك: لا، اجتهد فأخطأ وبده يطالب. كلام فرع على كل حال. فعلي قال له: هذه خدعة الصبي عن اللبن، نعرف هذا، نتبارز. فقال معاوية عمرو بن العاص: ما تقول يا أبا عبد الله؟ قال: لقد أنصفك الرجل، أبرز إليه. فغضب معاوية، قال: والله يا ابن النابغة، ما أردت إلا موتي. يا خبيث، قال له: أنت يا عمر تريد أن أموت؟ طبعا عمرو بن العاص مداهي أيضا من دهاة العرب الأربعة، يريد أن يموت فيصبح هو المطالب أيها الإخوة، وربما يفوز بالخلافة. عنده كان برضو عين على الخلافة على الإمارة. فلكي يدرأ عمر غضبة معاوية، هذه الغضبة الكبرى، قال: أنا مبارز عليا غدا، أنا حنزل له. فسكت معاوية، ممتاز، انزل له. لكن من ذا الذي صارع عليا أيها الإخوة فعاد سالما؟ أبدا، مجندي الأبطال، من ألقابه قتال الأقران. أبدا، يقول علامة أبو الخطاب ابن دحية أيها الإخوة في كتابه عن صفين، المحاكمة أهل صفين، يقول: كان إذا استعلى قد، وإذا استعرض قط. في إن ضرب من فوق هكذا كما ضرب مرحب، وسيأتيكم في الخندق، من النصف يقد الإنسان مباشرة، يقد رأسه وربما شيئا من جسمه، وإذا استعرضه قطعه مباشرة، قوة غير طبيعية. يمشي بتؤدة وأدب، فإذا مشى إلى خصمه هرول، يهرول معه السيف وهرول. شيء مخيف طبعا. فعمر لابد أن يدرع عن نفسه هذه الغضبة، وطبعا ما هي إلا جولات يسيرة. وعمر بن العاص فارس كبير معروف، مشهود له، مشهود له، حتى كان في الأرض أهوى عليه بسيفه الإمام علي فأبدى عن سوءته فتركه. كان معاوية دائما يعيره بها، وليس من الشرف، ليس من البر أن يدرأ المرء عن نفسه الذل أيها الإخوة بمثل هذا، كما درأها بسوءته يوما عمرو، يقول أبو فراس الحمداني، كما درأها يوما بسوءته عمرو، لكن تركه علي هكذا. النبي يعلم هذه الخصلة في أبي الحسن، قوة إلى رحمة إلى لطف. كيف؟ أبو سفيان أيها الإخوة لما نخضت قريش عهدها مع رسول الله بعد الحديبية باعتداء على خزاعة خلفاء الرسول، حلفاء الرسول، أسقط في يد سيد كنانة أبي سفيان، خلاص هي الحرب إذن أبدا. فأتى إلى المدينة، أتى إلى المدينة كله خزي وضعف واستكانة، يتعرض المسلمين يفرون من أمامه، لا أحد يكلمه. جاء إلى أبو بكر: يا أبو بكر اشفع لي عند محمد. قال: ما أنا بفاعل، لا أريد.
يا عمر يا ابن الخطاب يا أبا حفص اشفع لي عند محمد. قال أنا أشفع لكم الفاروق. قال أنا والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. مستحيل. قال له ليس عمر من يشفع لكم، تبا لكم إلى آخر الدار. فلن يبقى إلا أن يأتي أبا الحسن، فأتاه في بيته وعنده بنت رسول الله البتول الزهراء فاطمة عليهم السلام أجمعين، والحسن عليه السلام يدب بين يديها. فقالها يا بنت رسول الله، يا بنت رسول الله، مري بنيك هذا فليجر بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. قالت إنه صغير وما يبلغ ابني هذا أن يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله أحد. قال يا أبا الحسن، يا أبا الحسن اشفع لنا عند محمد. قال والله يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله على أمر لا يقدر أحد أن يراجعه فيه. وكان الفتح طبعا خلاص، أراد أن يفتح مكة، أذن الله أن يفتح البيت الحرام وأن يطهر من دنس الشرك والوثنية أيها الإخوة. فماذا يفعل؟ قال يا أبا الحسن قد اشتبهت علي الأمور واشتبكت، فانصح لي ماذا أفعل. فلما رأى علي هذا الذل وهذا الخزي هذا الانكسار، ليس من طبع علي أن يشفي غريره، ولا غريره له، لأنه بطل، نفس بطل، نفس عظيمة جدا لا تعرف الحقد أيها الإخوة أبدا، لا تعرف الحقد، إنه منطق الحق تجلى في رجل، بالعكس يعرف الرحمة، يعرف أن يمد يده لمن عثر لمن وقع حتى لو كان خصمه، حتى لو كان أخصم خصمي. فقالوا يا أبا سفيان والله ما أجد لك شيئا إلا أن تخرج فتجير بين الناس. قل أنا أجرت بين الناس، كلام فارغ طبعا، أجر بين الناس ثم ألحق بأرضك. قالوا هل ترى هذا يا علي يغني عني شيئا؟ قال لا والله. علي هكذا لا يحسن خداع معاوية وغير معاوية اللي هو ابن أبي سفيان، لا يحسن. تسألني؟ لا، لا أراه يغني عنك شيئا، ولكن لا أرى لك غير ذلك، هذا أكثر شيء تستطيع أن تقوم به. فلما عاد أبو سفيان قال، حدث زوجه وأهله وعشرته، قال ووجدت ألينهم وأرحمهم ابن أبي طالب، أحسن واحد، قال أحسن أبو بكر، أحسن عمر، هو الوحيد اللي كذا. هل علي في رحمة عجيب، في رقة، تواضع، شخصية غير عادية. بعد فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن أبي الوليد رضوان الله تعالى عليه إلى تهامة للدعوة وليس للغزو. فمر بني جذيمة أيها الإخوة في ظروف ملتبسة معينة، أساء بعضهم التعبير، أعمل السيف في جماعة عظيمة منهم فقتلهم. لما بلغ الخبر صلى الله عليه وسلم غضب الرسول وحزن جدا ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 3 مرات. لكن يعلم أن خالد لم يتعمد هذا، أن تسرع كما قال عمر بعد ذلك رضي الله عليه، سيف خالد فيه رهق، فارس متسرع ليس كعلي يتسرع يرتكب أخطاء فيه رهق. لذلك النبي قرر أن يديهم، أن يدفع دياتهم. قال تعالى يا علي خذ هذه الأموال واغضوا إلى بني جذيمة وانظر في الأمر واحكم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. يعني ما في حكم لله، ما في ثارات الجاهلية والأحقاد الجاهلية، وأبداً أبداً احكم بما يرضي الله لنا وعلينا، ما في، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. الله أكبر. يوم فتح مكة المشهور أن الذي كان حاملاً للواء المسلمين، لواء رسول الله الذي كان حامل، هو الإمام علي، النبي دفع إليه لواءه يوم فتح مكة. وقيل أيها الإخوة لم يكن علي هو الحامل، لكن هذا ضعيف. وحكي أن سعد بن عبادة شيخ وسيد الأنصار رضوان الله تعالى عليه أيها الإخوة دخل ومعه لواء كتيبة عظيمة، فكأن نشوة النصر استفزته أيها الإخوة، استفزته هزته، فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، حنسوي مجزرة اليوم. قريش هذه التي فعلت وفعلت، عمر سمع هذا، كيف قريش هذه أقرباء وكذا لا نريد. فهرع النبي قال يا رسول الله أدرك سعدا، سعد بن عبادة، فإني ما آمنوا صولة منه في قريش، قد يحدث كذا مذبحة الرجل. فنادى النبي من؟ عليا. قال يا علي أسرع فأدرك سعدا وخذ منه اللواء. يا علي، علي لا يفعل هذا، معروف فارس رحيم،
فارس قوي ثابت أيها الإخوة، لا يستفزه النصر ولا غرور نصر ولا يزهى بشيء أبدا أبدا، شخصية غريبة استثنائية. هذا ما كان إيه في أحد أيها الإخوة. نعم في الخندق معروف قصته مع إيه؟ مع فارس العرب، فارس المشركين، عمرو بن عبد ود، الرجل الطوال الضخم الذي ما استطاع أحد أن يصرعه أصلا. شو الغريب هذا الرجل؟ لأن الكبر وزه أيها أدار عقله، جعل يترقب في جماعة قليلة نفر من فرسان الجاهلية من فرسان قريش أيها الإخوة ثغرة في الخندق حتى وجدها، فاقتحم إيه بفرسه ومن معه حتى صار إزاء المسلمين. هكذا تحدي مبارزة، طبعا شرف البطولة، لا أحد يرميه بسهم، ممنوع هذه المبارزة. وقال هل من مبارز؟ أرم الصحابة، لم يجرؤ أحد أن يقول أنا، من يقول لعمر بن عبد هود ولا أحد، وعلي يقول أنا يا رسول الله، اسكت يا علي اجلس، هذا عمر يقول له، هذا عمر يا علي مش إنسان عادي هذا. هل من مبارز يبكت المسلمين؟ ألستم تزعمون أنكم إيه تروحون إلى الجنة وأن، فهل من مبارز؟ هكذا يكسر نفوسهم الصحابة ولا واحد، علي أنا يا رسول الله. في المرة الثالثة أذن له ودعا له، اذهب، علي شاب صغير وهذا فارس مخضرم. فلما رآه قال له علي عليه السلام يا عمر ألست قد درجت على أنه لا يخيرك أحد بين خلتين إلا أجبته إلى إحداهما؟ شوف يريد أن يدعوه في البداية مش استعراض عضلات. قال بلى نعم هذه طريقتي هذه عادتي. قال فإني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام. قال لا حاجة لي، غضب لا حاجة لي، الآن صار ضد عادته، يعني رجل كريم كان عنده نوع من الكرم، كرم النفس والمجادة أيضا، لا تدعو إلا خصلتين إلا إيه أجابك إلى إيه واحدة منهما. قال لا أريد الإسلام لا أريد. قال فإني أدعوك إلى إيه النزال، إذا نازلني. فضحك تبسم عمر. فالإمام علي كان ربعة لم يكن طويلا، والعرب كانوا بشكل عام فيهم طول. الإمام علي كان ربعة لأنه كان ممتلئا كالأسد كالليث يمشي على الأرض. وهذا رجل طوال. تبسم وقال ألست ابن أبي طالب؟ قال نعم بلى. قال أبوك كان صاحبا لي صديقا لي، وإني والله ولات، قال أعوذ بالله، وإني ولات لا أحب أن أهريق دمك. اذهب يا ابن أخي عفوت عنك. قال أنا أحب أن أهريق دمك، أنا سأقتلك. فغضب عمر استحمق غضب، فنزل عن فرسه فعقره، قتل الفرس، ثم صاول عليا، فإذا بعلي تصدى له كالسد المنيع أيها الإخوة. صول من أعظم ما رأى الفرسان، وما هي إلا جولات يسيرة، وإذا بالرجل سقط على الأرض يتشحط في دمه. قتله علي صرعه. فكبر رسول الله وكبر المسلمون، وعاد علي تهلل وجهه بالبشر والسرور بالنصر الموكن المظفور أيها الإخوة بعزة الله، واعتنقه النبي، استقبله شاعرهم وقيل هو للإمام علي، نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه معشر الأحزاب. نصر إلهي. وفي يوم الخندق وما أدراكم، عفوا هذا في الخندق، وفي يوم خيبر وما أدراكم ما خيبر، حصون منيعة، الحصن الذي كان فيه مرحب فارس اليهود الأكبر والأشرس، مرحب مشهور بالفتك. يبعث النبي في المرة الأولى أبا بكر على رأس فرقة كتيبة، فعادوا ولم يفتح عليهم، صعب، حصن منيع جدا المحال. في المرة التالية يبعث عمر ابن الخطاب على رأس كتيبة، يعود عمر ولا فتح، فيقول النبي بلهجة الواثق بوعد الله ومدده لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه. الله أكبر. قال عمر فلم أتمنى الإمارة ولم أتطاول إليها إلا يومئذ رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله. حبيت هذه الإمارة، شهادة، هذا أعظم تاج، هذا أعظم نيشان، أعظم شهادة على الإطلاق، ويحبه الله ورسوله. قال فلما أصبح جعلت إيه
أستشرف له، يعلو بصدري أشوفني لكون نسيني رسول الله. أنا عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه، قال فقال أين علي؟ الله أكبر، أين علي؟ قالوا هو بخير يشتكي عينيه، فدعا به فأتي به وهذا بين رجلين فبصق في عينيه النبي فعوفي. أبدا، عاد يرى ما فيه، شوف معجزات النبوية، بصق في عينيه ودفع إليه اللواء ودعا له وبشره بأن الله يفتح عليه. نترك الآن الحكاية والرواية لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورضي الله عن أبي رافع. يقول أبو رافع: وذهب علي مع جماعته أيها الإخوة وقال لهم صاحبهم: أنا علي ابن أبي طالب، اللي بيعرفني بيعرفني، أنا علي فارس العرب، فارس كامل. الخبراء في الفروسية يقولون علي فارس كامل، مش ثلاث أربع فارس، مش نصف فارس، في نصف فارس، في ربع فارس، فارس كامل. أنا علي ابن أبي طالب. فباغته مرحب بضربة، أطارت ترسه من يده، ضاع الترس. ماذا يفعل علي الآن؟ لا ترس في يده، وهذا فارس اليهود، هذا في خيبر. يقول أبو رافع: فما راعنا إلا وباب الحصن بيده. باب حصن خيبر بيد الإمام، تترس به وجعل أن يتترس ويضرب، وهوى بضربة على أمه رأس مرحب. قالوا: حتى سمعنا صوت سيفه استك بأسنانه، فلق رأسه ورجع إلى أسنانه، قتله في لحظة من فوره. وكبر علي الله أكبر حين قتل مرحب فارس اليهود وفتح الحصن وكبر المسلمون أيها الإخوة. يقول أبو رافع: فوالله لقد ذهبت وأنا وسبعة من أصحابي، من أصحاب رسول الله المجاهدين، نحاول تحريك الباب على الأرض، نريد أن نحمله، فما استطعنا. ثمانية رجال لم يستطيعوا أن يحركوا هذا الباب. كيف حملته بيد واحدة وكنت تترس به؟ هذا علي أخي، قوة ربانية، مدد إلهي، فارس الإسلام هذا عليه السلام. هذا من جهة الفروسية أيها الإخوة، من جهة الفروسية. أما من جهة الزهد، وقد شهد له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، قال: أزهد الناس علي بن أبي طالب. لماذا؟ أنا فكرت في هذا كثيرا، أليس أبو بكر من الزاهدين؟ عاش ومات زاهدا، اقرأوا كيف مات أبو بكر، أبو بكر حتى كفن في ثوبه الذي، أليس عمر من الزاهدين؟ معروف عمر ومرقعة عمر وعيش عمر وحياة عمر رضي الله تعالى عنهما. ليش يقول عمر بن عبد العزيز علي أزهد الناس؟ لم يلح لي أيها الإخوة جوابا عن هذا إلا لأنه شاركهم أيها الإخوة، نعم، في الزهد في كل طيبات الدنيا، وشاركهم وانفرد من بينهم ومن دونهم أيها الإخوة في أنه زهد فيما كان يراه حقا له وهو الخلافة. نحن نشهد ونقر هذا في صحيح البخاري، اقرأوا في غزوة خيبر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة فداك وغضب فاطمة وامتناع علي من البيعة ستة أشهر، هذا هو الصحيح في صحيح البخاري. ما تقول لي بايع بعد يومين وثلاثة، كلام كله غير صحيح، مخالف لما في الصحيح. في الصحيح في غزوة خيبر أنه ستة أشهر، وقال وصرح قال: سبب غضبي أنا لم أحسدك يا أبا بكر، ولا نفست عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكن كنا نرى أننا أحق بهذا الأمر فاستبد علينا. نحن آل محمد أحق بهذا الأمر، علي يرى، وهذا من حقه أن يرى هذا. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله عنهم وأرضاهم احتجوا على الأنصار بأنهم من قريش، وقريش يكون في هذا الأمر. جميل جدا، بنفس المنطق، أنا لست قرشيا، أنا من آل محمد، أنا أقرب الناس إليه، إذا أنا أحق بالخلافة، إذا كانت هذه حجة لكم فأنا أحق، أليس كذلك؟ علي صرح في صحيح البخاري بأنه كان يرى أنه أحق بهذا الأمر، على الأقل استشيروني، اجعلوا لي رأيا، لا تبرموا هذا الأمر وأنا منشغل بدفع رسول الله من غيره. ولكنه رضوان الله عليه وعليه السلام رضي وبايع بعد ذلك وجاهد تحت إمرتهم وخلافته، أليس كذلك؟ ونصح لهم وقضى لهم وكان لهم خير معوان وخير نصير. هذا أعظم زهد، هذا الذي فهمته من كلام عمر بن عبد العزيز. الرجل زهد حتى في الخلافة، سامح بما يراه، هذا اجتهاده. ما يجيش واحد صعلوك يقول لي لا كان مخطئا، أقول له قطع الله لسانك، كان مخطئا، ما ظلش إلا أنت يا صعلوك تخطئ بالحسن،
ما شاء الله، تعالوا علموا كيف يزهد في الدنيا، هكذا على طريقة فلان وعلان. قل له لا، هذا من أخطاء علي كما قال من أخطاء فاطمة. إيه؟ قال فاطمة تخطئ، فاطمة فيها قوادح كثيرة والله العظيم، كلام يقشعر له يا أخي بدني. يقول لك فاطمة وصحابة آخرون فيهم قوادح كثيرة. جزاك الله عن نبيك خير الجزاء، جزاك الله عن نبيك في ابنته، في أم ذريته خير الجزاء، وأنت تقول قوادح كثيرة. أنت المنزه يا أخي، لا كنت ولا كان علمك، لا نريدك ولا نريد علمك ولا فتواك يا أخي. ما هذا؟ إيه هذا خطأ في علي أن يرى نفسه أحق، هذا اجتهاد علي يا حبيبي. جاهدت جهاده، سبقت سبقه، زهدت في الدنيا زهده، لديك علمه، لديك فصاحته، لديك قرابته، لديك ماذا؟ حتى تتقدم بيديه وتخطئه، ما أعظم هذه الجراءة. إن دلت فإنما تدل على شيء نقص في العقل وشيء في القلب أيها الإخوة. رضي الله عن حسن البصري الذي سئل عنه فقال لقد كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه. علي كان سهما والله صائبا من مرام الله في أعدائه. لذلك قال ابن عباس أيها الإخوة، قال لم يكن لأحد من أصحاب رسول الله نكاية في المشركين كعلي. أعظم صحابي أيها الإخوة وتر به المشركون هو علي بن أبي طالب، هو الذي جندل خيرة فرسانهم في المعارك، معروف. لذلك كرهته قريش، كرهته ورغبت عنه لأنها موتورة معه، الكل يعرف هذا. يقول ابن عباس أيها الإخوة أعظمهم نكاية في المشركين، قال كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه، وما كان لمال الله سروقة، ولا كان بالنومة عن أمر الله، أقام من كتاب الله عزائمه حتى فاز منه برياض مونقة، وكان رباني هذه الأمة، أو قال رهباني هذه الأمة، وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها، ذلكم علي ابن أبي طالب. الله أكبر. الحسن البصري قال بدكم علي، هذا هو علي. لذلك يروي الإمام عياض، أدري لعلي ذكرت هذا في الخطبة السابقة نسيت، يروي عياض أيها الإخوة في الشفا عن أبي بكر بن عياش يقول لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي لبدأت بعلي، ولأن أخر من السماء ذكرت وحين تذكرت، ولأن أخر من السماء أيها الإخوة أحب إلي من أن أقدمهما عليه لقرابته من رسول الله. إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه، وأبى أن يجعل ذريتي إلا من صلب علي، يقول النبي. وهذا الحق، ذرية محمد وآل محمد الذين نصلي عليهم كل يوم أيها الإخوة كذا وكذا مرة هم من صلب علي، حتى تأتي فتخطئ علي. علي كان يرى أنه الأحق، هذا رأيه وهذا اجتهاده، نبخع ونخشع ونحترم هذا أيها الإخوة، هذا رأيه وصرح به أنه الصادق الأبر، لا يكذب لا يراوغ لا يدعي. قال كنا نرى أنها أحق بهذا الأمر فاستبد علينا، استبددت من دوننا، لم تأخذوا رأينا، هذا الذي أغضبنا وأحزننا. وعنده الحق أن يغضب وأن يحزن، لا يحزن بباطل هو عليه السلام، ولكنه سامح وأغضى وقال هذا أمر من أمور الدنيا. شو الإمارة هذه؟ هذا أمر سخت به نفوس أقوام وشحت به نفوس آخرين، قال أنا سخوت به، أنا تنازلت، أعظم زهد. لذلك يقول عمر ابن عبد العزيز أزهد الناس علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. للأسف أدركنا الوقت ونحن في البداية، نسأل الله أن يتيح لنا فرصة أخرى نكمل هذا الحديث المهيب الخشوع الجليل عن هذا الإمام البطل، وعن هذا السابق، وعن هذا القدوة أيها الإخوة الذي سيبقى ما بقيت الدنيا أيها الإخوة قدوة لطلاب المعالي وقصاد المجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، درس من الدروس العظام الفخام التي ينبغي أن نعود وأن نؤوب بها من حديث علي ما
اعتاد الناس وأعادوا له حديثا عليه السلام هو الثبات الموقن على المبدأ أيها الإخوة، والإيمان الوثيق، والإيمان الوثيق بالمسؤولية والقضية دون أن يخامرنا يأس أو يتخوننا ملل أو يزيغنا شيء من الهزاهز أيها الإخوة والدواهي والمراعر. هذا الثبات الوثيق درس من أعظم الدروس نتلقاها من أبي الحسن في يوم، وأختم بهذه الجملة، كثر فيه التلون إلى ما شاء إبليس، تلون عجيب حتى في رجال الدين حتى في علماء الدين، شيء لا يكاد يصدق، شيء غير مسبوق ربما أيها الإخوة، تلون عجيب جدا جدا جدا، يتلونون بحسب دواعي المصلحة في كل ساعة وساعة، شيء لا يكاد يصدق. وأتساءل الآن ولما لا يدرك العامة هذا فيحسم أمرهم ويفهموا لمن يعطون إيه ويصغون بأذانهم، هذا يسمع له هذا لا يسمع له، تعرفون لماذا؟ لأن ثقافتنا مسممة، والله ثقافتنا معطوبة، ثقافتنا تقوم على التناقض وتعايش المتناقضات وتعايش المتقابلات أيها الإخوة، ثقافة تقوم على التبرير كما قلنا في أول خطبة، حتى لو فرضنا أن الحسن سمه فلان هذا من باب إيه؟ الاجتهاد، وكل مجتهد مأجور، وإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الإخوة. لا يصدر بعض هؤلاء أو هؤلاء المتلونون، أعني لا يصدر هؤلاء المتلونون عما يطلبه الحق لا إله إلا هو، يصدرون عما يطلبه الحاكمون في أكثر الحالات وفي كثيم الحالات عما يطلبه المستمعون، لكن من الذي يصدر عما يأمر به رب العالمين لا إله إلا هو؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستغيث بك ونتوسل إليك بك وبجلالك وبنور قدسك الذي ملأ أركان عرشك وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تثبتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وأصلح ذات بيننا، وجنب المسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وحرماتهم يا رب العالمين برحمتك يا مولانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.